ضعوني على جنبي الأيمن إذا رفض الجسم أن ينحني بقبر عميق قضيف نظيف قصير جديد ولم يسكني وخطوا على القبر عبد الغفور وإن كنت بالأمس عبد الغني فلست بشوق لما تجمعون ولا للثمين ولا الأثمان وإن كنت مليت طول البقاء فلربما أنه ملاني تحيرت بين الحياة والرجاء وكان الحياة والرجاء ديداني فيا بنتي انحنى وقت الرحيل إذا وجهوني إلى مدفني فإياك إياك لطم الخدود وإياك يا بنتي أن تحزني فإياك إياك لطم الخدود وإياك يا بنتي أن تحزني فإني ذهبت لرب عظيم رحيم حليم كريم غني. الله 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 يا أبو ناصر.